الأهلي يستعيد ذكريات النصر على ملعب رادس ويهزم الترجي 1-0 بهدف لمحمد شريف من تمريرة ولا أروع من أليو ديانج. كابتن علاء ألف ألف مبروك. مبروك يا أيمن، فوز مستحق طبعا. الشوط الثاني الأهلي مختلف تماما وديانج مختلف صح، يعني في كام حاجة في المباراة النهاردة صح. يعني تصدي الشناوي في الشوط الأول مظبوط، فرق معاك مظبوط. عايز اقول مش تألق ديانج، عايز اقول تحرر ديانج في الشوط الثاني فرق معاه كويس قوي. طبعا هدف محمد شريف وكان ممكن يجيب هدف واثنين كمان، لكن فوز مستحق. الف الف مبروك للنادي الاهلي. عدينا شوط ان شاء الله رب العالمين، نعدي الشوط الثاني هنا في القاهره ونتأهل يا رب ان شاء الله رب العالمين.